نحبهم يرجعوا لي كارنيه باش يقعد لي سوفونير كي نكبر. فرحة للولي والتلميذ، تتويج لمجهود الثلاثي الأول ووثيقة تعتبرها أغلب العائلات التونسية مهمة، هو باختصار دفتر الأعداد الذي لم يتسلمه التلاميذ بعد قرار حجب الأعداد. كان يحمسني ويحفزني أكثر. حبيت نشوف نوتي خاطر نجم حتى نحسب النوت في الدار ما يجينيش قد قد. ويؤكد بعض الأولياء أهمية دفتر الأعداد في تحفيز أبنائهم ومنحهم فرصة التعاون مع المربي في تحسين أدائهم. الكرني عنده دافع تحفيز نفسي كبير، راهو على الصغير راهو محلاها كي ياخذ الكرني نتاعو وياخذ شهادته، فرحه ياسر محلاها ومزيانه، يستنى حتى في بوه باش يعطيه هيك الكادو باش يقول له يعطيك الصحه. الصغير ما عندوش حاجه ملموسه، ما عندوش حاجه ملموسه باش يحس بها كالفرحه وكالنجاح نتاعو. المربي ولا المعلم في الخانة متاع الملاحظات مثلا ينجم يقول يكون صغيرك متميز في مادة لكن يكون مشوش، كيف كيف ينجم صغير المربي يعطيك ملاحظة انت تحطها معناتها تركز معها باش معناتها تركز على صغيرك ومعناتها وتعاونوا وتكون انت زادة تعاون في المربي. انا مثلا ولدي سنة خامسة تحسه معناها ولا على باله يموش اخر همه ولا قداش معدل، قبل معناها يستنى زعما قداش نجيب معدل زعما شنية زعما درشنيه شنو هو الكادو نتاعي توا لا كادو لا شادلي. ورغم اطلاع التلميذ والولي على نتائج الامتحانات، يبقى دفتر الاعداد مهم في توازن نفسيه التلميذ وفق المختصين في علم النفس مهما كانت النتيجه. ولاحظنا ان التاثير نتاعو كان على التلميذ وكان على الولي. بون بالنسبه للولي حس نجم نقولوا احنا معظم الاولياء حسوا فما حاله من الاحباط على خاطر فما حاجه يستناو فيها نتيجه المجهود والاستثمار اللي عملوا الاستثمار المادي والمعنوي والمالي، دونك هو يستنى في الدفتر هذاك باش يشوف نتائج ابنه او ما يشوف حتى الملاحظات نتاع المعلمين والا ملاحظات الاساتذه. وتنصح المختصة في علم النفس كريمة الميكي بأن يتحدث المربي إلى التلاميذ ويشرح لهم أسباب حجب الأعداد للمحافظة على الثقة المبنية بين الطرفين.